مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. اليوم موضوع حلقتنا حيكون اليوتيوبرز والهالوين. وصل عدد متابعين سارة على الانستغرام ل 800,000 متابع، وبما أنه هالمناسبة صادفت يوم الهالوين، قررت سارة جمع المناسبتين بصورة واحدة اللي هي الصورة اللي كتبت تحتها 800,000. ونزلت سارة من قبل فيديو كان تيتوريال لرسم مكياج الهالوين، وكانت هاي النتيجة. أما رزة فاختارت هالمكياج اللي يمثل برجها، برج الثور، ونزلت قبل هاي الصورة بهالمكياج. أما كاش فاختار هذا اللوك للاحتفال بالهالوين. أما روبي روز وصفا سرور فاختاروا لوكات خفيفة ولطيفة ومو مخيفة. فروبا اختارت هاللوك اللي كان عبارة عن نجوم وهلال ونقاط خفيفة على الوجه. أما صفا فاختارت لوك شخصية ليلى من ليلى والذئب. أما نارين بيوتي ودايلر وموفلوس وأسوان ولانا روز فاجتمعوا بنفس الحفلة، وكانت الأجواء هيك. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.